إعادة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم يعد واحدا من التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة العراقية بعد عدة أعوام على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. هناك مجموعة من الأعراف والقواعد القانونية التي نؤكد عليها أن عوائل داعش هم غير معنيين بجرائم أبنائهم ما لم يثبت عليهم أي اتهام، وبالتالي نستطيع بهذه المرحلة أن نعمل على خلق بيئة اقتصادية آمنة في تلك المناطق، وأيضا خلق بيئة آمنة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار. الخوف من عمليات الثأر واحدة من أكثر العقبات التي تمنع عودة بعض النازحين المتواجدين حاليا في عدد من المخيمات في إقليم كردستان رغم تحرير مناطقهم من تنظيم داعش الإرهابي. كثير من الناس أبنائهم انتموا إلى تنظيم داعش بدون رضا أهلهم، فمن المعيب اليوم أنه إحنا نحمل أهلهم المسؤولية، فوقفنا مع أهلهم أنه يساعدونا على اعتقال أبنائهم أو المعلومات على أبنائهم في سبيل أن نعيش بسلم، فحدث تعاون كبير. نحن في مجلس النواب العراقي هي المهم لدينا أنه نشرع قوانين يسهل عملية نزوحهم، نحاول أن نضغط على الحكومة عن طريق الوزراء، عن طريق سيد رئيس الوزراء أو بشكل غير مباشر القضاء حتى يتم تسهيل عملية رجوعهم إلى مناطق. عددا من المنظمات الدولية والمحلية وبدعم من الحكومة العراقية تعمل على إيجاد حلول تسمح بعودة النازحين إلى مناطقهم من خلال إجراء مصالحة محلية قد تساهم في تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة. الوثيقة اليوم جاءت بعد سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات والاجتماعات مع مختلف الفئات المجتمعية، شيوخ العشائر، رجال الدين، السلطات المحلية، السلطات الحكومية، القادة الأمنيين، الكل كان مساهم في إعداد هذه الوثيقة حتى نشكل رؤية تكون رؤية مستقبلية لعودة هذه العوائل. ملف العوائل اليوم صار 6 سنوات منتهم إلى 11، لابد أن تعود هذه القرى. مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكريا ربما تكون هي الأصعب بكثير، فهي تحتاج إلى مصالحات مجتمعية واسعة تساهم في استقرار مناطق جنوب غرب كركوك أمنيا. حيدر عودة، اليوم مدينة كركوك.